نظم نقابي سيارة الأجرة ببرشيد صباح يوم الأربعاء 20 يناير 2016 أمام مقر المحكمة الابتدائية ببرشيد وقفة احتجاجية على ما آلت إليه الأوضاع بقطاع سيارة الأجرة بالمدينة. أريد كرامة، أريد حق، مشروع. بغيت لهذا الشيفور وأنا كسائقي الأجرة لا أقل ولا أكثر، بغيت أنا أرفع راسي. ما يجيش واحد بالنصب وشاد بيكالا أو وأستسمح للحضور دير فنيدة فم ديالو ويطيح ويقول لهم عيطوا لي لابيلونس وتمشي للسبيطار وشهادة طبية. هل يعقل بأنه يأخذ فيها 30 يوم؟ هل يعقل أننا لحد الآن مدونة سير سرق عليها وخرجت إلى حيز التنفيذ؟ هل يعقل بأن 90% من الناس اللي عندهم رخصة ديال السياقة باقا ولا مرة فيهم رجعوا وعرفوا أشنا هو هاد مدونة سير جديدة؟ وكلنا باقا كنت هل يعقل هذا؟ من المنطق أننا نتسألوا ومن حقنا أننا نتسألوا. الغريب في الأمر فين حنا من هاد فين حنا كناس كبشر مقدمة خدمة كبيرة لهذا المجتمع؟ لا نريد شيء، نريد أن نرفع رؤوسنا. حنا هذه الوقفة اليوم وقفة إنذارية لنا أمام محكمة برشيد على الأحكام الجائرة في حق السائقين المهنيين على الشواهد الطبية اللي كيدفعوا أن أي واحد دار شي حادثة كيكون عنده لا شيء، كيمشي لعند الطبيب كيعطي شهادة طبية كتفوت 21 يوم كيسحب ليه رخصة لمدة ديال 6 شهور هذه. وعلى الأحكام ضد مايل كريم لأن الفصل 2 من اللي في الكريمة كيقول فصل 2 من الدستور كيقول ممنوع التكرار ممنوع هذه، وهنا المحكمة الابتدائية ديال برشيد كتحكم باسترجاع الرخصة. وعندنا واحد الحالة نمرة 4، عندنا حالة وحدة كاينة دابا مع أن العام سحب الكريمة وسحب الرخصة وهما نازلوا كيحكموا بغرامات تهديدية 100 درهم في النهار والكريمة مسحوبة. علاش كيبنيو هاد الناس كيحكموا هاد الاحكام؟ حنا اليوم درنا هاد الوقفه تهديديه امام محكمه برشيد على السيد الوكيل الملك ورئيس المحكمه الابتدائيه، ومن بعد غادي نزيدوا نناضلوا في هاد الوقفات على هاد الاحكام الجائره في مدينه برشيد، ومن بعد غنديروا واحد المسيره احتجاجيه امام وزاره العدل السيد وزير العدل. المحكمه الابتدائيه برشيد هي اللي جائره في الاحكام، كاينه مسطره من عند السيد وزير العدل بينه وكيقول تمسيط المسطره للمهنيين، ولكن محكمة برشيد لا النيابة العامة ولا القضاة ما كيعتبروش بهذ المذكرة كاينة. كله باش كيصيفطوه، كل اللي كيصيفطوه بثلاث شهور، كل اللي كيصيفطوه بربع شهور، كل ست شهور، كله وكي اللي يبغى، كله كيبغى الملف ديالو يدير اللي يبغى. حنا اليوم هذه الوقفة احتجاجية على حساب الأحكام الجائرة، الغرامة التهديدية ديال المي الرخاص، وعلى المشكل ديال المهنيين اللي كيمشي للبير من ست شهور، خمس شهور، وكيتشرد لا هو ولا الوليدات ديالو. هذا هو علاش وقفنا حنا اليوم، ومازال ان شاء الله غيكون تنسيق اخر اللي غادي نزيدوا به القدام ان شاء الله. وطالب المحتجون من الجهات المسؤوله والمختصه بايقاف الفوري للاحكام الجائره والتي تقضي بارجاع الماذونيه لاصحابها وباسقاط الغرامات التهديديه المسلطه في حق المستغلين، كما استنكروا الشواهد الطبيه التي سموها بالمشبوهه والمدلى بها لدى النيابه العامه والتي تؤثر على الارزاق المعيشيه للسائقين والمهنيين.